work. محور المقاومة ما That's لا why يفهمه the الكثيرون axis of ليس resistance, which على does not شاكلة be understood غيره من by many, المحاور انه في it's واحد that قاعد different وهو from the بيعطي other هذا axis. المحور هو He is بيعطي sitting اوامر there لفلان and he is لعلان managing and he is انتوا giving وقفوا order. انتوا هجموا انتوا اقتلوا Mr. So انتوا you fight, سالموا you انتوا stop, حيدوا انتوا صعدوا انتوا you خففوا become neutral into انتوا سالموا انتوا فوتوا pressure بالعمل more, السياسي مش less هيك more, go into محور political المقاومة أيها الأخوة channel and خلنا so أعطيه on. توصيف The axle ندخل of إلى المقطع resistance, الثالث we will وهذه describe من it إبداعات as الحاج the قاسم second سليمان part. This is محور one of the المقاومة creative ينبقي على works. The استراتيجية على axis of مفاهيم استراتيجية resistance على رؤية is based استراتيجية on strategy, on ونؤيد هنا paradigms. كاملا ما قاله And here الأخ العزيز قائد حرس الثورة الإسلامية الحاج حسين سلامي Hussein بتشييع Salami said الشهيد القائد السيد when رضا he was موسوي في in طهران the funeral هذا رضا موسوي كان in زمان أنا Tehran. شرح وقدمه He has explained that مفاهيم kind of ورؤية استراتيجية mentality. واضحة There is a في محور strategic vision المقاومة there الأعداء in the axis محددون of الأصدقاء axis معروفون of resistance. الأهداف We know who واضحة are friends, who are إلى أين enemies, يجب أن and the تصل المنطقة targets ما are هي clear. مصلحة Which شعوب المنطقة what أين is the تكمن interest of the أمنها peoples of the وأمانها وكرامتها region, وعزتها where their وحريتها dignity وسيادتها and their freedom واستقلالها and their sovereignty فرؤية and لأمريكا its فرؤية للمستوى independence, الإسرائيلي فرؤية لأوضاع المنطقة like ولكن that كل of حركة US مقاومة أو vision دولة في محور and Israeli المقاومة vision, حيث هي تتصرف بقرارها هي التي it تقرر decides on هي its التي own, it تحدد takes its هي own التي decision, تفتح makes الجبهة أو it تغلق is the one الجبهة who will open هي التي its front تحارب and أو closes, تحارب هي it is التي the one تتخذ who will هذا الموقف make أو truce ذاك or الموقف will انسجاما take مع this رؤية استراتيجية stand or that وموائمة stand وانسجاما مع and المصالح in الوطنية coordination of the والملاحظات or الوطنية in لكل واحد منا عايش ببلد meeting with the مقاومة بلبنان عايش interests of بلبنان the إسرائيل state بالعراق itself. قوم بالعراق So the العراق interest of the الأخوة في اليمن في اليمن of النضال في Syria فلسطين في will have فلسطين بين أهلها some interests that are هذه الصيغة meeting with المبدعة their own groups, لا يملي resistance أحد groups. على أحد This شيئا formula, ولا يأمر creative أحد formula, أحدا will not, نتشاور نتبادل nobody will الآراء order نتبادل anybody. We can النصائح consult with each other نستفيد من and تجاربنا من advise. البعض We learn from each ولكن other's كل واحد بياخذ القرار expertise في and بلده experiences, بما but ينسجم each مع one will take رؤية decision استراتيجية وبما by ينسجم مع مصالح in the light شعبه of their own interests وهذا ما يجري and the الآن في interests of طفل their ناصر people and their نرجع له country. بعد شوي طبعا And this is what happens للأسف to the الشديد في العالم Jerusalem العربي force. بعض In, السياسيين بعض unfortunately, الكتاب some بعض of the المحدثين politicians, بعض but after الناس the بعض writers, الإعلاميين some of the لا commentators, يستطيعون أن يستوعبوا media, هذا they would not المشهد understand ولذلك this يظل scene. يحلل غلط They carry ويأخذ on مواقف غلط analyzing لازم عم يبنوا على incorrectly معطيات because خاطئة they are building wrong مباشرة based بيقول on لك wrong data. لما مثلا Straight away they أنصار would say, الله أو for الإخوة في example, اليمن Ansar أصبح Allah or القائد people in الشجاع the Yemen والعزيز السيد عبد الملك or الحوثي عبد الملك's رضا الحوثي, الله بياخذ قرار brave أن guy, يخوض معركة leader البحر who الأحمر من decides أجل فك to fight الحصار عن the غزة Red Sea battle طلعوا so that لمدة it will ساعات إلا break أن the siege on إيران Gaza. هي التي They don't طلبت know. من الأخ السيد عبد They الملك think أن that يفعل ذلك وهذا Iran ليس صحيحا asked الإطلاق him to say that, عندما يفتح and حزب that الله is not الجبهة true. في 8 When تشرين Hezbollah, إسنادا لغزة opens the ما بيقدروا borders, يستوعبوا إلا أنه إيران support Gaza. اتصلت بحزب They think الله that only هدفه Iran has تفتح actually called الجبهة Hezbollah, إسنادا لغزة open the borders وهكذا عندما بدأ or the front المقاومون العراقيون عملياتهم in ضد support of قواعد Gaza. الاحتلال الأمريكي في العراق وسوريا ما بيقدروا يفهموا إلا أن They إيران could not هي التي understand طلبت that كذا وكذا Iran is تعرفوا the one ليش؟ who has ordered. لأنه الدنيا You know هيك why? العالم هيك مش Because the حاسب world علينا is run like this. بالعالم We don't أي blame دولة them. عندما In the world, تتبنى any حركات country, مقاومة when أو they حركات want to سياسية أو أحزاب سياسية أو support حركات نضال some political وطني group مثلا وتقدم لها or المال resistant one, والسلاح resistance group and gives them the بالتدريج money بقصد and بغير قصد ولكن weapons بقصد من أغلب الدول intentionally or يحولون inadvertently. هؤلاء المقاومين والمناضلين They make والمدعومين all إلى these أتباع fighting people, إلى they become أدوات followers. يتم They are ابتزازهم tools. بالمال They can, بالدعم they will be بالسلاح blackmailed بوقف by the الدعم support, عنهم by the weaponry, إن لم by تفعلوا stopping كذا their إن لم weaponry if تقولوا you don't do كذا this. إن لم If تفعلوا